في الولايات المتحدة تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي مسجلة 104 نقاط، ويعتبر ذلك أدنى مستوى بنهاية عام 2018. يأتي ذلك بضغط من انخفاض مكونات مؤشر القياس. وتراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو أيضا بنهاية ديسمبر الماضي مسجلة 107 نقاط مقابل 109 نقاط في نوفمبر السابق له. وسجلت ثقة المستثمرين في قطاع الخدمات مستوى متدنيا لم يتجاوز 12 نقطة خلال الفترة ذاتها. سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في 3 أسابيع بدعم من توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري جديد. وارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي خلال التعاملات ب 16%، بينما صعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنصف النقطة المئوية. أكد وزير بريطانيا للشؤون البريكزيت عدم تراجع بلاده عن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل، مضيفا أن انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو تقلل فرص تمديد إجراءات عملية الخروج. تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9% على أساس شهري بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك بضغط من انخفاض الإنتاج الخاص بالسلع الوسيطة والرأسمالية، وهو ما جاء عكس توقعات المحللين. ننتقل لأسواق النفط، حيث ارتفعت الأسعار خلال تعاملات اليوم بدعم من تخفيض أوباك للإنتاج، وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بعشري النقطة مسجلا 57 دولارا و47 سنتا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم فبراير ليستقر عند 48 دولارا و61 سنتا. هبط العائد على السندات الصينية عند أدنى مستوى في عامين بمقدار نقطتين مسجلا 3.17%، وكان هذا بسبب تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم بدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE توقف بث القنوات الرياضية المشفرة حاليا. أوضحت الشركة في بيان لها أنها بصدد حل أزمة انقطاع بث قنوات بين سبورتس في مصر، مؤكدة أنه حال عدم حل الأزمة سيتم رد باقي مبالغ الاشتراكات للمشتركين. أسعار الدولار الأمريكي شهدت اليوم استقرارا نسبيا في البنوك المصرية. لنتابع معكم آخر الأرقام التي سجلها في البنوك. النسب كانت تتراوح في أسعار البيع ما بين 17 جنيها و79 قرشا وحتى 17 جنيها و90 قرشا، والشراء يبدأ من 17 جنيها و89 قرشا وصولا ل 17 جنيها و96 قرشا. أما العملات الأجنبية والعربية الأخرى فشهدت ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه. اليورو على سبيل المثال 20 جنيها و48 قرشا، والاسترليني 22 جنيها و79 قرشا. ماذا عن أداء الذهب؟ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد صعود طفيف للدولار مقابل العملات الأخرى. نحن نتحدث الآن عن الذهب في الأسواق العالمية. هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو نصف النقطة المئوية ليسجل 1283 دولارا و30 سنتا للأونصة.
أما سعر التسليم الفوري للذهب فتراجع ب16% ليبلغ 1282 دولارا للأونصة. وهذه مرة أخرى أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت تقريبا بنحو الجنيهين في الأعيرة المختلفة. أما الجنيه الذهب فيتراجع ب19 جنيها ليسجل 5162 جنيها. نذهب الآن للبورصة المصرية. أنهت المؤشرات تداولات جلسة اليوم على ارتفاع، وكان هذا بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب. نأخذ نظرة على المؤشر الرئيسي EGX30، يصعد ب0.5% تقريبا ليغلق عند مستوى 13400 ونقطتين، ربح 59 نقطة. مؤشر EGX70 صعد ب0.5% وأنهى عند 688 نقطة. أما مؤشر EGX100 فصعد بأكثر من 0.5% وأغلق عند 1724 نقطة. أما حجم التداولات فتجاوز المليار جنيه اليوم. كانت الأسهم الأكثر استحواذا على قيم التداولات لهذا اليوم. التجاري الدولي الذي تراجع ب1.25%، وسهم أوراسكوم للتنمية ارتفع ب1.14% تقريبا. أيضا في هذه القائمة نجد القلعة للاستشارات المالية بصعود بأكثر من 1.3%. المجموعة المالية أيضا شهدت صعود، وجلوبال تيليكوم أنهى أيضا على صعود بأكثر من 1%. مشاهدينا، ونذهب الآن لمراقبة أداء البورصات العربية بنهاية جلسة اليوم. معظم البورصات أنهت على تراجع فيما عدا بورصة السعودية والبحرين. السعودية صعدت بأكثر من 0.5%، أنهت عند 8057 نقطة، وكانت التداولات في حدود 3 مليارات و160 مليون ريال، وكان الدعم بارتفاع سهم نماء بنحو 4%، يعني وصل لسعر 28 ريالا و30 هللة. المؤشرات في الكويت اختتمت على تراجع طفيف، يعتبر هذا أول تراجع منذ بداية السنة الجديدة. أما في الإمارات، دبي تنهي على تراجع ب0.25% وسط قيم تداولات بلغت 171 مليون درهم، وسجلت أكثر من 16 شركة تراجعا خلال جلسة اليوم. إذا انتقلنا إلى أبو ظبي فالتراجع كان بأكثر من 0.5% عند مستوى 4927 نقطة وقيم تداولات 67 مليون درهم. ننتقل معكم لبورصة البحرين التي كان فيها قوة اليوم بدعم من قطاع البنوك، لكن نجد تراجعا في قطر، وكان الضغط هنا أيضا من البنوك لكن بشكل سلبي، والتأمين والنقل. وفي مسقط خسرت البورصة أيضا بورصة عمان بنهاية التداولات ب0.14 نقطة.